السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج مسلمون حول العالم. اندلعت اشتباكات عنيفة في وقت مبكر صباح اليوم الجمعة بين الجيش السوداني وقوات دعم السريع في محيط الجهة الشرقية من جسر الحلفاية شمالي الخرطوم بحري، وأدارت الاشتباكات منذ السادسة صباحا بالتوقيت المحلي، واستخدمت فيها جميع أنواع الأسلحة، وشهدت تبادلا كثيفا لإطلاق النيران بين الطرفين. كما طاردت قوات الجيش قوات الدعم السريع التي كانت متمركزة في الجانب الشرقي من الجسر، وضربت مجموعات أخرى قادمة من منطقة الحاج يوسف وبعض المواقع الأخرى مثل الجريف شرق، وكانت تسعى لإسناد قوات الدعم السريع المتمركزة في جسر الحلفاية. وكانت قوات الدعم السريع سيطرت على الجهة الشرقية من الجسر، بينما يحكم الجيش سيطرته على الناحية الغربية من الجسر نفسه الذي يربط بين الخرطوم بحري وأم درمان، ويعد مدخلا حيويا باتجاه عدد من المنشآت العسكرية والمواقع الاستراتيجية، خصوصا منطقة وادي سيدنا العسكرية في أم درمان. وتأتي التطورات في الخرطوم عقب هدوء حذر تشهده مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور منذ أمس الخميس بعد توقف المواجهات بين الجيش وميليشيا دعم السريع. ونتابع معا مشاهدينا الكرام هذا الفيديو الذي يكشف جانبا من المعارك بين قوات الجيش والدعم السريع. نتابع. إذن مشاهدينا الكرام، تابعنا هذا الانتشار لقوات الجيش السوداني في عدد من أحياء أم درمان، وكذلك هناك أيضا بعض المشاهد للمعارك سنعرضها بعد قليل. ولكن أرحب بضيفي ينضم إلينا عبر سكايب السيد سعادة العميد ركن نجم الدين عبد المحمود الخبير العسكري والاستراتيجي السوداني. سعادة العميد، تحية لك في البداية. مرحب بك أستاذ الكريم ومرحب بالمشاهدين الكرام. أهلا بكم سعادة العميد. ما هي الأهمية الاستراتيجية أولا لجسر الحلفاية؟ بالتأكيد جسر الحلفاية هو الجسر الرابط بين أم درمان، منطقة شمال أم درمان كرري، ومنطقة شمال بحري الحلفاية شرقا، وله أهمية كبرى بحيث أنه ظلت فيه دار فيه معارك كبيرة جدا منذ بداية الحرب كرا وفرا. أحيانا تعبر القوات المسلحة من منطقة كرري وتنفذ عمليات في منطقة بحري ثم تعود مرة أخرى، وظلت القوات المسلحة تسيطر عليه من الجانب الغربي جانب أم درمان، وقوات التمرد تسيطر عليه أحيانا من الجانب الشرقي. استطاعت القوات المسلحة اليوم في عمليات خاطفة وسريعة جدا إنها تعبر هذا الجسر رغم الترسانة القوية جدا التي وضعتها قوات الميليشيا المتمردة على الضفة الشرقية من جسر الحلفاية طوال على المباني العالية التي تقع شرق وغرب الجسر، ولكن استطاعت القوات المسلحة بعبورها فجر اليوم إنها تكبد هذه الميليشيا خسائر كبيرة جدا، واستطاع أنها تعبر وتخترق اختراق كبير جدا داخل منطقة الحلفاية. نعم سيد نجم الدين، نتابع معا إذن الفيديو الآخر لقوات الجيش السوداني في جسر الحلفاية بعد هذه المعارك الضارية التي خاضتها مع ميليشيا الدعم السريع. نتابع مع مشاهدينا الكرام.
شو والله متعينه.